عبر سكايب من ريف إدلب ينضم لنا مراسل الأخبار الآن محمد سلهب. محمد، القصف مستمر إذن على ريف إدلب، عدد الضحايا في ارتفاع، ما تفاصيل ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية على الأقل؟ نعم خديجة، بالنسبة للقصف الذي يتركز على النقاط في ريف إدلب بشكل عام، بالنسبة لي اليوم كان هناك 5 شهداء في ريف إدلب الغربي في مدينة جسر الشغور. عشرات الغارات الجوية شنتها الطائرات الروسية على مناطق عدة، طبعا البشيرية واليعقوبية والجنوبية، طبعا غارات مكثفة. عفوا، بالنسبة للشهداء كانوا في منطقة معتمصرين شمالي مدينة إدلب عبر الطائرات المروحية، حيث قصفت الطائرات المروحية بعدد من البراميل المتفجرة بلدة الصنمة قرب معتمصرين. بالنسبة للأحوال المعيشية أو أوضاع القصف، الأوضاع جدا سيئة. قصف مركز التمانعة، نعم. بلدات الريف الجنوبي تتعرض بشكل مكثف لقصف من الطائرات الحربية، خان شيخون، معارة حرمة، كل المناطق، الهبيط، حتى بلدة الهبيط أعلنت قبل فترة أنها مدينة منكوبة عبر المجلس المحلي. حالة نزوح تعتبر هي الأشد والأكثر باتجاه قرى الشمال، التي تعتبر هي أقل أمنا من المناطق الجنوبية. بالعودة للنقاط الطبية، هناك عديد من طيب، النقاط الطبية خرجت عن الخدمة. عدد هذه المستشفيات الخارجة عن الخدمة، وضعها الحالي، أين يعني تتمركز المستشفيات التي لا تزال في الخدمة؟ بعض الأخبار تحدثت بأنه 30 قرية وأكثر من 30 قرية بريف إدلب كل مستشفياتها أصبحت خارجة عن الخدمة. نعم خديجة، بالنسبة للقصف الذي تركز على النقاط الطبية، خلال 9 أيام كان هناك 6 نقاط طبية خرجت عن الخدمة في خان شيخون، مشفى الرحمة ومشفى الرحمن، مشفى التوليد في التح. في كفرنبل خرج مشفيين عن الخدمة، هو المشفى الجراحي ومشفى شام 4، يعتبرهما المشفيين الأكبرين في المنطقة. يبدو أن النظام والروح الروسي الضامن بين قوسين يشنون حملة شرسة على المناطق، طيب، على النقاط الطبية بما بالذات. أنه النقاط الطبية نعم خارج عن الخدمة، كيف يتلقى الناس العلاج؟ يعني بالنظر إلى عدد الجرحى المرتفع من نتيجة القصف. نعم خديجة، بالنسبة للقصف الذي تعرض له المنطقة، الأهالي يلجؤون إلى العيادات الخاصة طبعا ذات التكلفة المرتفعة بدلا من النقاط الطبية. اليوم النقاط الطبية في المناطق الجنوبية هي الأكثر عرضة، أكثر حتى من المقرات العسكرية عرضة للخطر، بينما هي من الأحرى أن تكون هي مناطق آمنة. فالنقل الحالات الحرجة عادة ما يكون إلى المشافي الشمالية كمشفى باب الهواء، ومن ثم نعم، إلى الأراضي شكرا لك على هذه المداخلة محمد سلهب مراسل الأخبار الآن، كنت معنا عبر سكايب من ريف إدلب.